أعزائي المشاهدين، معي اليوم الأستاذ محمد. الله يخليك وتشكرك كثير على المقدمة، وأنا بتشرف بكم. كيف كانت بدايتك؟ أكيد أنا بدايتي في الرسم كانت في كوني عايش في قطاع غزة، جو يعني في مدينة صغيرة، فكن رسمي وفني محدود. كنت أرسم جرافيتي على الجدران، أرسم عن التراث، أرسم عن البلد. ولكن لما اشتركت في Arabs Got Talent فتح لي المجال، واعتبرت مسرح Arabs Got Talent كشاشة إنه أطلع على شاشة عملاقة كبيرة معروفة للعالم، إن أنا أبدع وأظهر موهبتي للعالم بطريقة جديدة ومميزة. وأنت ما شاء الله رسام سريع، أنا رسام بطيء، يعني شو تنصحني بالفرشات هذه؟ الفرشاة هي يعني بنصحك فيها إنك تمسكها وتحاول إنك تخربش أي خربيشة بإحساسك، مش شرط يطلع إيش معك، ولكن أنت إذا أنت حبيت تشوف اللوحة هاي الخربوش اللي عملتها بإحساسك أنت، ما يهمك الآخرين، المهم أنت إذا أنت حابب تشوفها إيش ما بتشوفها. اليوم معانا فنان معروف بأنه حبيب الجماهير، حبيب الياسي. أول شيء طبعاً أشكرك على الاستضافة الجميلة هذه، ورحب في كل اللي يوني اليوم للحفل، وأقول لهم تريوا في مفاجآت جديدة وفي أغاني جديدة ما غنيتها قبل، راح أغنيها لهم مع المسرح إن شاء الله. ستايلك أنت تراثي، بعض الناس يسألونك يقولون لك يعني شو اتجاهك، ستايل القديم اللي هو تراثي ولا الجديد؟ طبعاً حبيب الياسي يغني كل شيء، طبعاً من ناحية أغاني التراثية وحتى من ناحية الأغاني السريعة، ستايلات متنوعة، طبعاً يمكن تقريباً جميع الستايلات وجميع الألوان الموجودة. بالنسبة لاتجاهي للأغاني التراثية، حرصاً على المحافظة على الموروث الشعبي، وإضافة لذلك أنا أقدم برنامج الآن في الإذاعة مختص بالتراث، خاصة بالأغاني التراثية القديمة، وهي اعتبرها مسؤولية على عاتقي أنا، أو حتى مسؤولية على جميع الفنانين في دولة الإمارات، بأنهم يتجهون لو لجزء بسيط من الأغاني التراثية. أنا سمعت أنك عناوي، صح الكلام؟ صحيح، أنا من عشاق البنفسج ومن عشاق الزعيم العناوي، وأتابع المباريات بشكل مستمر حقيقة، لأني ما أقدر أفوت يمكن مباريات الديربي القوية بين الوحدة والعين، رغم أني أنا كنت لاعب في أحد أندية أبوظبي، لكني أنتمي إلى نادي العين. شو الأخبار؟ منورنا، منور أبو ظبي اليوم. بغيت أسألك شو رأيك في فعاليات الصيف أبو ظبي اليوم؟ طبعا الليلة عيد جميل نقضيه في أبو ظبي، أبو ظبي التطور، أبو ظبي الكارشر الجميل، العادات والتقاليد الجميلة حقت العيد، عادة يكونوا مبتهجين و بيحتفلوا احتفال جميل بالعيد، فلذلك احنا الليله معاهم ان شاء الله. الجمهور موجودين ويانا اليوم، شو تقول لهم كلمه لهم؟ حياكم الله، اقول من العايدين الفائزين ان شاء الله، ربنا يكتب لنا السعاده والامن والامان في هذه الايام. كيف حالك؟ الحمد لله. شو رايك بالحفله اليوم؟ ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل الحقيقه، تنظيم رائع. ما شاء الله تبارك الله، من اروع ما يكون صراحه، تنظيم واحتفال واستقبال وحفاوه، يعني الحقيقه بهرتونا. انا حرصت اني اقول كلمه لكل الناس اللي فاتهم هالحفل، وحتى أيضا اللي حضروا. محمد عبدو اليوم غنى وعاد بنا للثمانينات. والله حفلة اليوم زي حفلات أبو نورة اللي دايم صراحة، لكن الجمهور ما شاء الله جميل، أبو نورة متألق دائما وفي كل مكان، يعني قاعد أشوف التاريخ قدامي، يعني بالذات لما يغني زي أيوه، زي أغاني كذا قديمة. شو كان شعورك وتشوف محمد عبدو اللايف يغني قدامك؟ والله صراحة ما أقدر أوصف الشعور صراحة، هذا أحسن فنان في العالم، ما هو حتى بس فنان العرب. أنا حسيت كأنه بيغني لإلي.